بقولي لو ما انتوش متجوزين اتجوزوا. ايوه، اتنين حلوين زيكو كده اكيد هيخلفوا اولاد كويسين قوي. بقول لكم ايه، انا عندي سي دي لبريتني سبيرس، بس الدمعه لسه ساكنه جوايا. بريتني سبيرس، بريتني سبيرس، بريتني سبيرس. ان شاء الله هنفكر في الموضوع يا استاذ حسين. تمام، طب يلا امشوا بقى عشان عايز انام. امشوا. بريتني سبيرس، بريتني سبيرس، بريتني سبيرس، بريتني سبيرس، بريتني سبيرس. شفتي الاستاذ حسين جوزنا خلاص. بس انا بقى ما اتجوزش واحد عينيه زايغه. تعالي هنا يا انت بتعمل ايه؟ هو انا هسرقه. امال هتتفاجئ بيه ايه؟ هبيع. هاتي قوم قول قول. هو البتاع ده هيفضل ينير ينير كده على طول يا بنتي؟ سخنيني ميه يا ام، عايزه استحمى. حاضر، ما تردي على السخان ده الاول بقى وخلصيني وجعني دماغي. مش مهم يا امي، بس يلا وحياتك قومي سخنيني الميه عشان انزل اشوف حكايه الشغل الجديد ده. ربنا يفتحها في وشك يا حبيبتي. قادر يا كريم يقطع من هنا ويوصل من هنا. بس ابوكي تعبان قوي يا راشا. هو نزل يا امي؟ ايوه، راح الكوميسيون. الزهر هيطلعوه على المعاش، هنعمل ايه بعد كده؟ ما تقلقيش يعني. ان شاء الله ربنا يسهل واقبل في الشغلانه الجديده دي. ابوكي بيبيع الدواء اللي بياخده من المستشفى يا راشا. عارفه يا اما عارفه، بس مش كل يوم تقولي لي الفيلم ده على الصبح. امي بقى سخنيني الميه. Thank you.
رشا ازيك؟ ازيك يا مدحت عامل ايه؟ تمام الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ كله زي الفل. اشرف جوه؟ اه موجود جوه من بدري. طيب اشوفك وانا خارجه. هستناك يا رشا. اوكي. صباح الخير. ازيك يا رشا عامله ايه؟ عايزه فلوس. هتعملي بيها ايه؟ انا بتكلم بجد يا اشرف. يبقى ما قدامكيش غير اللي انا قلت لك عليه. اشرف انا بوزع على 3-4 من صحابي ببقى خايفه. على كيفك براحتك. شفتي الموبايل الجديد ده؟ مبروك. شوفي صورتك حلوه ازاي طالعه زي القمر، انت واصحابك البنات. عارفه يا سي اشرف، عارفه انك بتصورني انا وزميلي واحنا بنوزع بموبايل. ما ينفعش، لازم سي دي واذن نيابه. وبعدين هو احنا عصابه ولا ايه؟ اشرف بجد انا عايزه فلوس. سكه واحده وقلتها لك، انا ما بسلفش. ولو مش عايزه السكه دي تعالي انزلي اشتغلي في الكافيتيريا. ما انت بتدي ملاليم يا اشرف، والكافيتيريا ما فيهاش شغل، يعني تعبانه، يعني هدت حيل على ما فيش. طب لو حبيت تطلع لي قرشين اوزع قد ايه؟ حسب الكميه والعدد. يعني انت يا دوب الجرعه بتاعتك من اصحابك 2 ولا 3، ولو عايزه فلوس هتزوديهم 8 9، او اصحابك يزودوا التموين بتاعهم شويه. طب ولو بطلت اخد جرعتي؟ مش هتعرف تشتغل، ولو اشتغلت هتصرفي فلوسك كلها على الدكاتره والصداع والجنان. قفلتها؟ شوفي صورتك حلوه ازاي وانت مبوزه. اوكي اوكي يا اشرف، هحاول اشوف ناس جديده وهكلمك بعدين. سلام. يا درش، سايب شغلك وقاعد هنا تعمل ايه؟ لا يا دكتور، انا خلصت المرور بتاعي وكنت عادي على حضرتك دلوقتي. طب خد الدكتوره عبير وروح وشوفوا صاحبتك. صاحبتي؟ ايوه، روح وشوفوا دولي. مش دولي دي صاحبه صاحبتك تبقى صاحبتك. حاولوا تهدوها، ما كانش بعتوا لوالدها يجي يقابلني. بقول يا دكتور، نعم، ما نبعت لوالدها يجي يقابل حضرتك على طول، وبلاش موضوع الاقناع والتهدئه دي. انت عارفه فرويد كان بيقعد مع بعض مرضى لمده 5 سنين، يفشل ويرجع يحاول تاني من جديد. هو الطب النفسي كده، لا يعرف يأس ولا يعرف هزيمة. ايوه دكتور، بس فرويد لو كان شاف دولي كان بطل الطب النفسي من زمان. بنتش حلوه. خد الدكتور مصطفى بقى وروحوا لفوا على عيانين، وانا هروح شوف رامي وقابلوني في مكتبي. حبيبي سلام. سلام. مع السلامه يا دكتور. يلا يا درش. ايه مالك؟ كنتش زعلانه عشان الدكتور قال عليها صاحبتك؟ يلا عبير بقى، انا مش ناقص. طب انت عرفت اللي حصل؟ مش استاذ حسين بتاع قسم 6 جوزك لنوع النهارده؟ هي قالت لك ستات مخك فاضي صحيح. ايه مخنا فاضي دي؟ ما تحترم نفسك يا استاذ، انت فاكر نفسك مين؟ ولا حاجه. ممكن بقى نروح نشوف دولي زعلتك فيه؟ لا دولي ما زعلتنيش ولا حاجه، دولي مريضه وانا الدكتوره بتاعتها. طب لما دولي مريضه وحضرتك الدكتوره بتاعتها، ما بتتصرفيش معاها ليه بدل ما تروح تشتكي لدكتور يوسف؟ تعالى معايا وانت تعرف انا ما اتصرفتش لوحدي ليه. اتفضل. اتفضلي. انا ما خرجتش من المستشفى النهارده، انا ههرب. وما قدرتش تهرب؟ هعمل جريمه وتتسجن. مش فارقه. تفرق. السجن اللي انت بتتكلم عليه ده اللي فيه حديد وعساكر ومجرمين، غصب عن عينك هتبطل فيه الادمان وهتخرج منه انسان جديد. انت بتتريق؟ انا مش بتريق. الطريق اللي انت ماشي فيه ده ملوش غير حلين اتنين، لا اما حضرتك تاخد اوفر دوز جرعه زياده وتموت، يا تترمي في السجن. ونسيت المصير التالت اللي هو ايه؟ انك تعيش في المستشفيات صحتك النفسية. لا انت عايش ولا انت ميت، تضطر تسمع نصايح، كلام سخيف عن الإرادة والأخلاق، الكل يوصلك على انك مدمن، كأنك مش بني آدم. تصحى الصبح تاخد دواء، الظهر دواء، وبالليل دواء، زي ما تكون حيوان حابسينه في قفص وبيدوله حقن عشان تهده، عشان يبطل يخربش ويعض ويعيش. اوكي، انا هكلم مدام ليالي عشان تخرج.
انا هكلمها، انا هكلمها. في مصير رابع انا وانت نسيناه، انك تتعالج وتخف وتخرج للحياه، للمستقبل، لشبابك. اكيد ده افضل بكتير من المستشفى وانك تترمي في السجن او تودع الحياه، لانك ساعتها هتملى الدنيا وهتستمتع بيها. دول لي مصير على خروج يا دكتور. اوكي خلاص، ابعتوا لوالدها هيك. ممكن اسال سؤال يا دكتور؟ اتفضلي. ايه فايده علاج الادمان؟ اقصد يعني ايه الجدوى؟ احنا هنا في المركز بنعالجه وفي مراكز تانية بتعالجه، ومع ذلك انا شايفه ان نسبه الشفاء قليله جدا. خلاص يبقى العيب فينا احنا. ازاي يا دكتور؟ احنا كلنا. لا لا لا، انت فهمتي غلط، انا ما اقصدش احنا، يعني احنا اقصد احنا يعني الطب النفسي، المنظمات المدنية والاجتماعية، المجتمع نفسه. بس ده في أمريكا وفي أوروبا وفي العالم كله يا دكتور. أمريكا وأوروبا الوضع فيها مختلف. أمريكا وأوروبا دي مجتمعات بتعاني من قسوة التقدم العلمي والتقدم الصناعي الرهيب، لكن عندنا احنا ما اعتقدش ان دي المشكلة. احنا مجتمعات شرقية، يعني احنا ما عندناش المجتمعات الصناعية الضخمة والعلم والتطور الفظيع اللي حاصل هناك ده. احنا اقرب للتمسك بالقيم الروحية والدينية والإنسانية. عندنا عيلة كبير وصغير وقيم إنسانية بتحكمنا لحد دلوقتي. عشان كده انا محتار جدا في تشخيص المدمن عندنا. ممكن في المجتمعات اللي هناك يبقى مريض، لكن هنا اقرب لانه يكون ضحية. ايوه هو فعلا ضحية، ضحية لمجتمع ابتدى يفقد إنسانيته وقيمه الحقيقية. أهلا يا مدام سيام. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. أقدم لك الدكتور مصطفى والدكتورة عبير. مدام سيام فهمي شغالة في اليونسكو وناشطة في مجال حقوق الإنسان وخلافه. اهلا وسهلا يا مدام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه وخلافه دي بقى يا دكتور؟ خلافه يعني مجال حقوق الانسان، حقوق النباتات، حقوق المرجان كده يعني. الدكتور في بالي يا دكاتره. الحقيقه احنا بنستفيد من حضرتك يا دكتور، علشان كده بقى الزياره دي النهارده علشان اورطك في جمعيه من الجمعيات دول. يا اهلا وسهلا. طب نستاذن احنا يا دكتور. اتفضل بعد اذنك. اهلا يا مدام سهام، اتفضل. ايه مالكوا يا دكاترة قاعدين مبلمين كده ليه؟ ولا ده تأثير نبطشية؟ ما عنديش نبطشية. اه بس انت قاعد شوية مش كده؟ مستني تليفونه نازل. علشان كده قاعد بتبحلق في الموبايل. وانت يا جميل ساكت ليه؟ النبي يا عبير سيبيني بقى في اللي انا فيه. لا انا ما اقدرش اسيبكوا كده، انا اشعر بالذنب وانا رايحة اقابل خطيبي وانتم بؤساء كده. والله لو كان في حد بقى فينا من البؤساء يبقى مش انا. ايه يا نهى في ايه؟ احنا مش اعتذرنا لبعض في مكتب الدكتور يوسف؟ يبقى المفروض المشكله اللي بينا اتحلت، بتستفزيني ليه دلوقتي بقى؟ لان المشكله اتحلت عندي انا لكن انت لا، مع اني برضو لسه شاكه في زياره الست رشا. عرفتي ليه بقى انا حاسس ان المشكله لسه ما اتحلتش؟ علشان عارف انك لسه شاكه فيا. بص يا نهى، لما اتنين يعتذروا لبعض ويقولوا لبعض سوري عن اقتناع، يبقى مفروض ان محدش يكون شايل حاجه من التاني. وانا مش شايله حاجه ليك. انت مش لسه قايله دلوقتي؟ خلاص يا مصطفى بقى ما تعقدهاش، ما هي لسه قايله مش شايله حاجه. يلا اطلبوا غدا من المطبخ وتغدوا مع بعض، ولا اقول لكم اطلبوا غدا من بره. يلا يا نهى اعزمي مصطفى. بلاش يا نهى بقى، اعزمها انت يا مصطفى. وانا انت كمان.
اوكي ممكن كل واحد يدفع حسابه، اعملوا اي حاجه بس لازم تتغدوا مع بعض النهارده. يلا سلام، باي باي، فرفشوا. هتاكل بقى من المستشفى ولا نبعت نجيب سندوتشات من بره؟ انا اللي هعزمك. لا انا اللي هعزمك. يبقى كل واحد يدفع لنفسه. يا غلس. طب وايه السبب؟ الحقيقه مش عارف على وجه التحديد، بس من خلال ملاحظاتي في شغلي وعلى الناس اكتشفت ان كم التعصب والشراسه والعنف بيزيد. بقى في ناس كتيره دلوقتي ما بتسمعش او تشوف غير نفسها. انت عارفه في نوعين من الناس بيطرحوا نفسهم بقوه دلوقتي، اما متعصب دين اعمى ما بيشوفش او يسمع غير نفسه، أو منحرف عايش كده من غير ما يفكر وبيحاول يستفيد من أي قيم ممكن تخليه يكسب حتى لو كان على حساب الآخرين. يعني مفيش أي وسط؟ للأسف مفيش ميزان، أو تقدري تقولي مفيش حوار. أيوة مفيش حوار. خناقة قايمة ما بين قديم متزمت وجديد أعمى، والفساد بيستفيد من الاثنين. طب وإحنا دورنا إيه؟ احنا مين؟ احنا الناس، احنا المثقفين، الدكاترة والعلماء، المؤمنين بالمجتمع المدني وبالتطور. يا مدام سهام محدش فاهم اصلا يعني ايه مجتمع مدني. الناس غرقانة في مشاكلها البسيطة من غير ما تفكر او تتأمل ايه اللي بيحصل، والفاسدين بيستفيدوا من كل ازمة وكل وقت. اتفضل. ازاي ليالي؟ مش معقول المفاجأة السعيدة دي. اهلا اهلا، ازيك يا سهام؟ ازيك دكتور يوسف؟ ما قاليش انك جاي. الحقيقة انا ما كنتش اعرف ان مدام ليالي جاية، هي ما قالتليش. وانا الحقيقة انا برضو ما كنتش عارفة ان انا هاجي، اصل جالي صداع فجأة كده وانا ماشية، كنت قريبة من هنا قلت اعدي الدكتور يكشف عليا ويطمني. سلامتك يا حبيبتي، مش ده الصداع اللي كان دايما بيجيلك؟ بس المرة دي بقى معدي. حالا اكشف عليك واطمنك. طيب انا هستنى معاكي عشان اطمن عليك. لا 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 لا، اطمني خالص ولا تقلقي روحك. هو الدكتور هيكشف عليا وهيطمني. وبعدين عثمان ما كلمكيش؟ كلمني، بس الحقيقه مش عارفه هعرف اجي النهارده ولا لا. لا جوزك جاي، لازم تيجي. حاضر، بس انت متاكده مش محتاجاني معاكي؟ لا اكيد قاطعا. اكيد. لا لا اطمني حبيبتي، هو هيطمني وهحاول اخليه يجي معايا النهارده عند عثمان ان شاء الله. خلاص مدام دكتور يوسف جاي يبقى انا كمان هاجي علشان نكمل كلامنا يا دكتور. ان شاء الله. اطمن عليك يا حبيبتي، متشكره يا دكتور يوسف. مع السلامه. مع السلامه. خير يا مدام ليالي؟ خير يا دكتور. انا مش عيان. اوكي ما انا عارف. مش كنت تقولي ان سهام عندك عشان ما جيش؟ الحقيقه انا ما كنتش اعرف ان رامي هيكلمك بالسرعه دي. على فكره يا ليالي ضغطك عالي شوية. أكيد. كان لازم أقولك عشان تاخدي بالك، عشان في مواقف كتيرة ممكن تعدي ما تتوتريش فيها أكتر مما ينبغي. هو أنت صحيح كتبت الرمي على الخروج؟ أنا كنت أتمنى إن هو ما يخرجش، خصوصا إن هو بدأ يرتاح لي، بس أعتقد إنه المرة الجاية هيجي لوحده. ما هو أنت طبعا لازم يبقى في متابعة من ناحيتك، أكيد يعني مش هتسيبه. أكيد مش هسيبه ولا سيبك. أنت لازم تخلي بالك من سهام. سهام؟ سهام إيه؟ دماغك راح لبيت. سهام مهتمة بحقوق المجتمع المدني والعولمة والحداثة والحاجات اللي من النوع ده، ما بتفكرش خالص في الموضوع العاطفي على فكرة. ولو الشعور والإحساس بالنسبة للست مهمة قوي، حتى لو كانت سهام.
طيب اقدر اعتبر ان ده نوع من الغيره؟ لا ده تهديد. تهديد امال؟ بجد؟ طب متقيس الضغط تاني. البيت وحشك؟ طبعا. على فكرة الدكتور يوسف قال انك انت لسه ما خفتش وان اعراض الانسحاب هي بس اللي اختفت، لكن انت ما بتحاولش. هحاول اخف. يا ريت يا رامي. الدكتور بتاعك ده راجل مش سهل ابدا، وعارف يلعب في دماغي. بجد يا رامي؟ راجل ظريف ودماغه عالية قوي، بس انت كمان لازم توفي بوعدك. الله، انا مش قادر افهم انت ليه رابط التمثيل بانك انت تخف. عشان هما الاتنين شيلة واحدة. الله، انت مش لسه قايل ان الدكتور يوسف؟ قلت ان هو راجل ظريف ودماغه عالية وانه راجل مش سهل، وقلت كمان ان انا هحاول، بس انت كمان لازم تحاول. انا ما اقدرش افرضك على الناس، ما اقدرش اقولهم والله يا اخويا عايز يمثل فيخلوك تمثل، وبعدين انا كمان ليا اعداء بينهشوا فيا، والنجاح اللي انا فيه ده له ثمن وضريبه واعصاب بتتحرق كل يوم، وخايفه على النجاح اللي انا عملته. عن اذنك انا داخل اوضتي. انا لسه ما خلصتش كلامي. انا تعبان والدواء اللي بيدهوني في المستشفى بدوخني، يبقى نكمل كلام بعدين. فظيع، صاروخ الغناء القادم والله يا نجي. مبروك عليك حبيبي. لا تجنن بجد. انا كنت فاكر ان ياسر ادانا مقلب، لكن الحقيقه انت ايه رايك يا سراج؟ مش بطاله. انت اول مره تغني يا حلوه؟ لا غنيت كتير، دي هوايتي الوحيده من وانا في ابتدائي وانا بغني. ايه ده ابتدائي على كده؟ انت حافظه بقى ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو. لا 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 بصراحة بقى، أنت إيه رأيك يا ليالي؟ مش بطالة. لها مستقبل كبير. طيب والمثقفين بتوعنا بقى، دكتور يوسف ومدام سهام، إيه رأيكم؟ هي عندها حضور. أو ده أهم حاجة، الحضور ده شيء مهم جدا للفنان. دكتور يوسف لطيفة. لا لطيفة دي تبقى مطربة تانية خالص. فظيع يا اخي السراج ده. مش واضح اني ما عجبتش الدكتور الكبير.
بالعكس واضح جدا ان انت انا عارف انت عايز تقول ايه. انها جميله وهتكسر الدنيا، صح يا دكتور؟ مظبوط. على العموم يا دكتور، مساله الفن دي اذواق. انا ممكن اكون ما عجبتش، لكن ان شاء الله اوعد حضرتك اني هجتهد لحد ما تعجب بيا. لا ده انت مالكيش حل، انت مش بس اموره وصوتك حلو، ده انت ذكيه جدا. من فضلك يا دكتور يوسف اديها درجه في الذكاء. انا شايف انها 10 على 10. اوه ده شهاده كبيره جدا. ينزل عايزك شويه. عن اذنكم. اتفضل. عن اذنكم يا جماعه. اتفضل. ايه اللي انت جايبها يا شو؟ مدام ليلى ما بشتغلش وكيل فنانين، وحضرتك عارفه ان استاذ ناجي السامري صديق، وهو طلب مني وجه غنائي جديد عشان شركه الكاست اللي هيعملها. يا شيخ ومين انت بقى جبت له واحده بمواصفات ومقاييس فنيه معينه؟ مدام ليلى اذا سمحتي، انا ما اقبلش كلام من النوع ده، لا بالتلميح ولا بالتصريح. ولو حضرتك عايزين اسيب البرنامج اعتبريني سبته. انا ما قلتش تسيب البرنامج، انا بقول ان دول اصحابي وانا اللي معرفاك عليهم، وانا محتاجه تفسير. وانا قلت لحضرتك التفسير يا مدام الايالي. انا صحفي ولي علاقات مع كل الناس، طالما لا فيها لعيب ولا حرام، وحضرتك عارفاني كويس قوي كده. طيب يا ياسر نتكلم بعدين. أمورة. حلوة الأغنية قوي مش كده؟ الحياة أغنية جميلة فعلا. بس مش أحلى مني بصراحة. مش أحلى مني. قولي أنت هتروح دلوقتي تعمل إيه؟ أفكر فيكي طبعا. طيب تيجي نعمل حاجة مجنونة؟ حاجة زي بكرة الجمعة، يعني انت ما عندكش مستشفى بكرة، تيجي نطلع اسكندرية؟ يا نهار ابيض انت مجنونة بجد. بتحب جنوني؟ خلاص وهي فرصة نحجز وقتين عندي في المستشفى. لا وايه؟ طبعا في المستشفى هيهتموا بينا جدا، صاحب المستشفى زبون عندهم. بقولك ايه، ما تخليك روش كده وتقلف لاشر وتعكسني. كده الروش انا ماشيه. ايه رايك؟ ما تعكسني تاني، خليك كاجوال. ايوه كده، حسسني باهميتي عندك. يا مجنونه كده ممكن تعملي حادثه. ايه الفلاشر الجميل ده؟ حلو. سايحه تعميني بس اتسكي، مفيش مشكله. لا بصي هقول لك على حاجه بجد. ايه؟ انا مش قادر اتخيل او اتصور ان انا وانت في المكان ده مع بعض بالاحساس ده. حقيقي انا مش قادر اصدق اللي حصل. واهو حصل. ايه رايك؟ رايي هقوله لك، بس بعد ما انت الاول تقولي لي انت جرجرتيني وراك لحد هنا ليه. صدقني لو قلت لك معرفش. هصدقك. صدقني لو قلت لك ان انا كمان نفسي اعرف ليه. بس دي حاجه ما اطمنتش.
ليه مجنونة يعني؟ لا لا حد كده الجيران لذيذ مفيش مشكلة، بس أكتر من كده هو اللي هيبقى ليه؟ هو ممكن يبقى فيه جنان أكتر من كده؟ طبعا ممكن جدا، يعني ممكن مثلا نفقد الذاكرة وننسى احنا جينا هنا ليه وإيه المكان ده ومين الناس دول كده. لا لا بص، فقدان ذاكرة لا، أنا عارفة كويس أنا فين وعارفة كويس مع مين، بس اللي أنا مش عارفة ليه. يمكن تكوني بترتاحي لي. بس انت نسيت حاجة. ايه هي؟ ان انا كمان عايزة اكون جنبك. ليالي ما تلعبيش خيالي، دي امنية غير قابلة للتحقق بالنسبة لي. ما فيش حاجة اسمها مستحيل يا يوسف. عواطف عواطف تحت امرك يا فندم. رامي صحي؟ لسه صاحي يا فندم، بس ما رضيش يفطر وطلب نسكافيه. طيب روحي انت. على اذنك يا فندم. صباح الخير يا رامي. صباح النور. اسكت، اما سرت حته سهره انا وسهام وسراج والشله. لا وايه، وبعد السهر ده كله طلعت في دماغهم ان احنا نروح نفطر في الدلتا كلاب، فرحنا. اخبارك ايه؟ كويس. انت ما خرجتش امبارح؟ لا. حد من اصحابك عدى عليك ولا انت عديت على حد من اصحابك؟ لا. جرى ايه يا واد؟ ايه كل ما اقول لك حاجه لا لا لا؟ ايه انت مش عايز تتكلم معايا ولا ايه؟ ما قلت لك الدواء اللي بيدهوني في المستشفى بيهدني يا حبيبي. طب اكلم لك الدكتور يوسف اخليه يغير لك الدواء او يدي لك دواء بديل؟ مفيش داعي، انا هبقى اعدي عليه في عيادته. إيه طب خلاص، انا هكلم لك العياده واخد لك معايا. انا معايا النمره وعايز اعمل كده بنفسي. ما تتصورش انا مبسوطه وسعيده قد ايه ان انا بسمع منك الكلام ده. انا عايز اخد موقف من حياتي كلها. وطبعا الدكتور يوسف هيساعدك مش كده؟ يعني بس انا بتهيالي يعني ان الدكتور يوسف هيجيب نتيجه معاك كويسه ان شاء الله. ممكن اقول لك حاجه؟ انت اهم واعز انسان ليا في الدنيا. متشكر. ايه متشكر؟ في ايه يا واد؟ يا واد ده انت زي ابنك عارف، وصدقيني انا برضو بحبك وبحترمك جدا، وعارف انك عملتي حاجات كتير قوي عشان خاطري، ولسه هعمل لك حاجات كتيره قوي. بس انت بس اصبر عليا، بكره اعرفك على كل المنتجين والمخرجين. انت عارف ناجي السمري صاحبي ده هيفتح شركه كاسيت كبيره ومحتاج وجوه جديده، اكيد طبعا هيساعدك. انت عارف ان هو صاحبي وعايز يساعدني باي شكل. وبعدين انا عاوزك بس تركز مع الدكتور يوسف، عايزك تركز في كليتك، عايزك تاخد حياتك بجد، وساعتها هتبقى اكبر نجم في مصر ان شاء الله. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ هخش على النت. وانا هخش على الحمام، انا مستويه وتعبانه موت. وبعدين انت عارف بقى الصداع اللي بيجي لي دايما. ها باي. ترجمة
ايوه على الاقل. الو قط في ايه بقى؟ اكلمك اكتر من 10 مرات ما تعبرنيش ولا تردي لي المكالمه؟ نسيت ولا ايه يا ليالي؟ انا ما نمتش لحد دلوقتي، كان عندي تسجيل طول الليل. كلمه ابرك من 10، النهارده بالليل تكوني عندي، انا عاوز اشوفك. اخليها بكره بقى. اوعي تقولي لي حجه من حججك بتاعت كل مره لاي كلام بتاعتك دي، عشان مش هتاكل معايا، مش هصدقها. خلاص انا هشوف لك ميعاد من مواعيدي واقول لك عليه. باي يا روح. انت اناني قوي وبتنساني قوي، انت عايشها كلام، قلبي ده غالي قوي وانت ملته قوي، عاش في غرام اوهام، ده كلامي يموت غرامنا كده، معقول بيكون بتنسى كده؟ الو الدكتور، أنا حبيت بس أطمن عليك إنك وصلت بالسلامة. الطريق كان حلو؟ طيب صباح الخير بقى، ولا تصبح على خير؟ مش عارفة. تصبح على خير.